السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، هذا الحصة إن شاء الله مخصصة امتحان موحد إقليمي في مادة اللغة العربية، يعني نموذج. نبدأ قراءة النص. إن الطابع الأساسي للبيت ليس هو عظمته ولا كونه قصرا أو منزلا عاديا بسيطا، وإنما هو في الروح التي تسود بداخله، أي في علاقة المحبة التي تربط بين أفراده. فإذا غاب رابط المودة لن يشعروا بالسعادة الحقيقية التي لا تنال بالجاه ولا المال. وهذه المحبة ضرورية للقيام بمهمة التربية نفسها التي يحتاج إليها الأطفال في كل وقت. مهمة البيت نبيلة جدا، لأننا نتعلم فيه مبادئ وسلوكيات حسنة تجعل الابن مواطنا صالحا مستعدا لاستكمال معلوماته. لذلك فإن الذين يعتبرون البيت مهد المعرفة الأول هم صادقون جدا. أينما يهتم البيت بزرع محبة الوطن وحاسة الرحمة يفلح في بناء عقليات متحضرات. ندوزو الأسئلة لعنا الأولى. كاين وحدد نوعية النص بوضع علامة في. هل هذا النص عبارة عن قصة أم خطبة أم مقالة أم رسالة؟ هنا ما كيحكي لنا شي حكاية، يعني شي قصة، يعني لا، ما كيعطيناش شي موعظة، يعني خطبة لا، رسالة ما فيهاش الشكل ديال الرسالة، إذا كتبقى لنا مقالة. السؤال الثاني، أتمم خريطة الكلمة التالية. الكلمة اللي عندنا غابة، نوعها فعل، يعني غابة يغيب، يعني الكلمة اللي كتصرف كتكون فعل باش ما نبقاوش نخلطو. مرادفها أدبر وضدها حضر. نديروها في جملة. غاب الجد عن أفراد العائلة، هذا مجرد مثال. نديرو مجموعة من الأمثلة، يعني كل واحد المثال ديالو. باء، املأ مخطط عائلة الكلمة البيت. هنا البيت يعني المكونات الأولى، الكلمات اللي عندها علاقة بالبيت، مثلا كنلقاو فيه غرفة، حمام، يكون فيه إخوة، أم، أب، مطبخ، نديرو بهو، سطح، شرفة، إلى غير ذلك. السؤال الثالث، هنا استخرج من النص المهمة التي يحتاجها الأطفال في كل وقت. إلى رجعنا للنص ديالنا، عندنا وهذه المحبة ضروري للقيام بمهمة التربية. إذا المهمة هي التربية، اذا باش نجاوبو ما كنكتبوش غير التربيه، هنا كاين غير التلخيص ديال الاجوبه، ديما كنديرو صيغه الجواب. عفوا، المهمه التي يحتاجها الاطفال في كل وقت هي التربيه. السؤال الرابع، ماذا نتعلم في البيت؟ نتعلم في البيت مبادئ وسلوكيات حسنه. احتير عنا في النص ديالنا، لاننا نتعلم فيه مبادئ وسلوكيات حسنه. السؤال الخامس، حدد الفكرة الأساسية للفقرة الثانية. الفقرة الثانية عفوا هي هذه، مهمة البيت نبيلة جدا، يعني هنا كنهضروا على البيت مهد للعلم والتربية للأخلاق الحميدة ومحبة الوطن. يعني في البيت ديالنا كنتبدي العلم ديالنا، يعني من الآباء كناخدو شوية ديال العلم والتربية والأخلاق الحميدة ومحبة الوطن. السؤال السادس، ما رأيك بوصف البيت بالمدرسة الأولى؟ عندنا صدق أصحاب الفكرة، يعني راها صحيحة، لأن البيت هو وهي المدرسة الأولى للعلم والتربية. يعني في البيت فيه كنتعلمو مجموعة من الأشياء، مثلا اللغة الأولى ديالنا كنتعلموها في البيت، التربية ديالنا هذه زوينة وهذه خايبة كنتعلموها في البيت، هادو كلهم كنتعلموهم في البيوت ديالنا، ماشي حتى كنمشيو للمدرسه عاد كنتعلمو. اذا راه البيت هو المدرسه الاولى. والسؤال السابع، ما القيمه الخلقيه التي يروج لها النص؟ كاينين بزاف ديال القيم، كاين عندنا التربيه الحسنه، عندنا محبه الوطن والمواطنه الصالحه. ندوزو المجال الثاني اللي فيه الظواهر اللغويه. نبداو بالصرف والتحويل. أولا، أصنف الأفعال التالية في الجدول. نساد، يعبر، ازرع، وضع، يدعو، أمر. إن الأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة. الأفعال الصحيحة هي ما خالت حروفها من حروف العلة، والأفعال المعتلة هي ما يعني ما كان في حروفها ومن ضمن حروفها حرف علة.
عندنا في الأفعال الصحيحة السالم المهموز المضاعف، والأفعال المعتلة عندنا المثال الأجوف والناقص. ناخدو سادة، عندنا حرف علة في الوسط يعني أجوف، يعبر فيه عبر، هاد الياء غير ديال المضارع باش ما نخلطوهاش مع حروف العلة. عبر هذا فعل صحيح ولكن مضاعف، فيه ديك التضعيف با. وعندنا ازرع سالم حيت فعل زرع، ما فيهش حروف العلة، ما فيه همزة، ما فيه تضعيف. عندنا وضع كيبدي بحرف علة الواو، اذا هو مثال. يدعو الاصل ديالو دعا، غادي نديروه في الناقص حيت كيسالي بحرف علة. وامر هذا صحيح ومهموس حيت فيه همزة. عندنا اتمم الجدول، الفعل اسم الفاعل اسم المفعول، يعني عطاونا نجح اسم الفاعل ناجح، واسم المفعول عندنا منجوح، وساعد مساعد مساعد. عندنا السؤال الثالث، اجعل ما بين القوسين اسم زمان او مكان حسب السياق. شاهد صديقه في، عندنا هنا التقى الاصدقاء، يعني غادي نردو هاد التقى عندنا فعل، نردوه اسم زمان ولا مكان. شاهد صديقه في ملتقى، رديناه اسم مكان، في ملتقى الاصدقاء. وضع ورقة الامتحان على، ان هنا كتب الاستاذي، يعني مكتبي الاستاذي. السؤال الموالي لنا رقم 4، صيغ اسم الآلة من الافعال التالية وحدد وزنها. نجل ان منجل مفعل، طبع مطبعة مفعلة، نشر كنقولوا منشار مفعال. السؤال الخامس، صيغ اسم التفضيل من الافعال التالية، عظم لذ، واملأ الفراغ بما يناسب. البرتقال الفواكه طعما، غادي نديرو ألذ، البرتقال ألذ، هذا اسم تفضيل، البرتقال ألذ الفواكه طعما. المدرسة عن عظمة أعظم من البيوت تربية. والسؤال السادس، اكتب بالحروف الأعداد الواردة في الجمل التالية. اشتريت عندنا 5 وأقلام، حنا عندنا الأعداد اللي كتكون من 1 حتى 9 كتخالف هاد المعدود، إلا كان مثلا هو مذكر هي كتكون مؤنث، عندنا أقلام قلم مذكر، حنا درنا 5 مؤنث، 5 أقلام. هنا عندنا زرت 7، وعندنا مكتبات، مكتبة مؤنث، ولكن حنا غادي نكتبو 7 مذكر، وزرت 7 مكتبات. ندوزو للتراكيب، عندنا استخرج من النص ما يلي: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، فعل مضارع منصوب بحذف النون، وفعل مضارع مجزوم. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون هو يعبرون، وعندنا فعل مضارع منصوب بحذف النون لن يشعروا حيث الاصل يشعرون، وعندنا فعل مضارع مجزوم هنا هي اينما يهتم. السؤال الموالي، احول الجملة التالية حسب المطلوب: يشارك في انشطة القسم، المضارع المسند الى واو الجماعة، هم يشاركون في انشطة القسم. وعندنا المضارع المجزوم مع اسناده الى الالف الاثنين عفوا، هما منسوش هاد مجزوم، غنديرو الجزم، لم يشاركا في أنشطة القسم. والسؤال الثالث، املأ الفراغ بالاسم المناسب حسب موقعه، موقع إعرابه في الجملة: أبا أبو أبي، ساعد الصديق أبا إبراهيم، رحب الجد بأبي إبراهيم، ودخل أبو إبراهيم البيت. هنا ساعد الصديق أبا، الدور ديالها بحال المفعول به، وهنا رحب الجد بأبي، هنا اسم مجرور، وهنا دخل أبو راهي الفاعل أبو.
السؤال الرابع: لاحظ الترند تحت التوكيد وحدد نوعه. التربية نفسها التي يحتاج إليها الأطفال، لأن نفسها تعود على التربية، ده توكيد معنوي. المدرسة المدرسة، علاش كنقولوا توكيد معنوي؟ بعد حيت ما عاودناش نفس الكلمة تربية، بدلناها بديك نفسها عينها إلى غير ذلك. راكو شفتوا دوك الكلمات باش كنعوضوا باش اللي كنستعملوهم في التوكيد. وعندنا الجملة الثانية: المدرسة المدرسة بيتي الثاني. هذا توكيد لفظي، علاش؟ حيت عاودنا المدرسة المدرسة المدرسة. وفي السؤال الخامس يربط، أو التمرين الخامس يربط بسهم كل جملة بما يناسبها. ازداد التلميذ شهادة، وهذا تمييز ملحوظ. وعندنا شربت كوبا من اللبن، تمييز ملفوظ. عندنا سادسا اعرب الجملة التالية: استقبل المتعلمون المتعلمات في المدرسة. استقبل هذا فعل ماض مبني على الفتح، المتعلمون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، المتعلمات مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. كتبقى لنا في حرف جر، والمدرسة اسم مجرور بالكسرة بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. عندنا اسم مجرور بالكسرة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. المجال الثالث ديال الإملاء: يملأ الفراغ بهمزة القطع أو همزة الوصل المناسبة. عندنا اشترى التلميذ الهدية، هنا اشترى همزة وصل، حيت كنقولوا فاشترى ما كنقولوش فاشترى، هذا همزة وصل. الهدية فالهدية والهدية، كنقولوش والهدية، يعني حتى هذه همزة وصل. ثانيا: اكتب ابن او بن في المكان المناسب. نجح علي بن محمد في الاختبار، هنا كتكون بلا بلا الهمزة، يعني بلا همزة الوصل. عندنا عاد عماد ابن القرية من المهجر، هنا كتكون مع همزة الوصل. املأ الفراغ بالألف اللينة المناسبة، إما مقصورة يعني منفصلة، ولا مقصورة متصلة، ولا ألف ممدودة. اشترى هنا ألف مقصورة، مصطفى ألف مقصورة، هدايا ألف ممدودة، من دولة تركيا يا كنديرو ألف ممدودة. هنا يا كنديرو ألف ممدودة، علاش؟ حيت ما كيكونش الأصل نديرو ملي كتكون عندنا الياء في آخر الكلمة كتبعها ألف ممدودة، ما يمكنش ندير لها ألف مقصورة. عندنا رابعا: املأ الفراغ بالهمزة المناسبة. سأل كنديروها على الالف، علاش؟ حيت الهمزه ديالنا عندها فتحه وما قبلها فتحه، يعني كيف كيف. سأل رئيس، عندنا الهمزه فيها الياء يعني بحال الكسره وقبلها فتحه، يعني هنا اللي كيغلب هو الكسره، يعني غادي تكون على الياء. هنا عندنا بطء، الهمزه كتكتب في اخر الكلمه وقبلها السكون، يعني كنكتبوها على السطر. وعندنا وضوء، هنا الهمزه ديالنا غادي تكتب على الواو حيت قبلها ضمه. ندوزو المجال ديال الكتابه. عندنا الشكل، اشكل الكلمات حسب موقعها في النص. الطابعي، فاذا غاب لن يشعروا. ديروا الطابع الطابعه عفوا، فاذا غاب ولن يشعروا. السؤال الثاني: اشكل جمله تاليه كما جاءت، ولا كما جاء جمله كما جاءت في النص. يفلح في بناء عقليات متحضرات. وآخر فقرة ديال التعبير الكتابي: بلغك خبر نجاح صديقك في امتحان الدورة الأولى للمستوى السادس ابتدائي، اكتب رسالة إلى صديقك تهنئه فيها بمناسبة نجاحه مع تضمينها عناصر الرسالة الشخصية. إن ملحوظة: لتكتب رسالة جيدة احرص على الالتزام بالموضوع وعدم الخروج عنه، استعمال لغة سليمة خالية من الأخطاء، والاستخدام السليم لعلامات الترقيم، ثم الاعتناء بنظافة الورقة ووضوح الخط.
يعني هادو الشروط باش انه يكون النص ديالنا في المستوى. الرسالة كنبداو بالبدء الأول شيء، لمن ترسل الرسالة؟ تكتبوا الرسالة: صديق اختنا صديقي أحمد. كنرجعو للسطر: بعد التحية نديرو فاصلة. يسعدني أن أتقدم لك بخالص التهاني وأرق التماني بمناسبة نجاحك في امتحان الدورة الأولى، وأتمنى لك مزيدا من التألق في مسيرتك الدراسية. نديرو نقطة حسالات للرسالة ديالنا: مع محبتي صديقك إلياس. هذا كل شيء، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.